بيتك قالوه عيلت وقدم بمديل خصغدت ملكوش بايونو حاسو لي خندحتيت لوخ ملكوش بايونو حاسو للخلدحتينا صلوا علي ميتو المراد مالون قابل اترحم عليكم أصلاته روح القدس من الآن وإلى الأبد آمين أهلنا يا ربنا يسوع المسيح أن نحتفل بتذكار رسولك الاثني عشر الذين اخترتهم منائر مضيئة في العالم ومنحتهم قوة الروح القدس ليهدوا الشعوب ويتلمذوا الأمم امنحنا بصلواتهم غيرتهم الرسولية فنحمل بشارتك الإنجيلية ونرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد آمين السلام للبيعة ولبنيها المجد لله في العالم افتح اللهم شفتي حتى يميل فؤادي إليك المجد لله في العالم وعلى الأرض السلام ورجاء الصالح لبني البشر لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي أرسل إلينا ابنه الوحيد وإلى ابن الحبيب الذي اختار الرسل بشارته وفرح البيعة المقدسة بأعيادهم وإلى الروح القدس الذي أفاض عليهم مواهبه الإلهية بارخ مورابون أيها المسيح إلهنا يا من بنيت بيعتك المقدسة على رسلك القديسين أهلنا أن نحيي ذكراهم أمامك بالأناشيد والتسابيح الروحية هاتفين أيها الرسل القديسون أنتم نور العالم وملح الأرض أنتم الزرع الطيب والحارسون الأمناء جامع الغلال ومالئ الأهراء أنتم آباء الكنيسة والرعاة الساهرون على البيعة والآن نسألك أيها المسيح ربنا على عطر هذا البخور أن تفرح قلوبنا في تذكار رسلك المجيد وتؤهلنا لنخدمك مثلهم صادقين وننال منك غفرانا كاملا لخطايانا وراحة لموتانا فنشكرك معهم ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد دفء أمي يا أمي أهديك ذاتي قلبي وروحي كبير
أيها المسيح ربنا اقبل صلاتنا وعطورنا واحفظ الساجدين لك بشفاعة رسلك الأطهار وافض علينا الرحمة والحنان يا محب البشر لك المجد ولأبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. قديشات آلوه قديشات حينتون قديشات لمايوتو اترحم علي. قديشات آلوه قديشات حينتون قديشات لمايوتو قديشات آلوه قديشات حينتون قديشات لمايوتو اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. ضعف الكون بالبشرى بالموت حازوا النصر فيكم يا رسل الرب نعطى النعمة الكبرى. اهتفوا في الأعالي طافوا الكون بالبشرى مجدوا الرب العالي نعطى النعمة الكبرى. في أساس البنيان سمع الصخر موضوع يا ألباء مجد الرب يسوع. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه وعلى جميع إلى الأبد آمين. يا إخوتي هناك من يقول كل شيء مباح فأجيب ولكن ليس كل شيء ينفع. كل شيء مباح ولكن ليس كل شيء يبني. فلا يطلبن أحد ما هو لنفسه بل ما هو لغيره. كل لحم يباع في السوق كل منه ولا تسأل عن شيء بدافع الضمير لأنه مكتوب للرب الأرض وملؤها. إذا دعاكم أحد من غير المؤمنين ورغبتم أن ترافقوه فكلوا من كل ما يقدم لكم ولا تسألوا عن شيء بدافع الضمير. ولكن إن قال لكم أحد هذا مما ذبح للأوثان فلا تأكلوا من أجل من أعلمكم ومن أجل الضمير. أقول الضمير ولست أعني ضميرك أنت بل ضمير الآخر
فلماذا تدان حريتي من أجل ضمير غيري؟ وإذا كنت أنا أتناول الطعام وأشكر، فلماذا ألام في أنا شاكر عليه؟ إذن إن أكلتم أو شربتم أو مهما فعلتم، فافعلوا كل شيء تمجيدا لله. لا تكونوا سبب عثرة لليهود ولا لليونانيين ولا لكنيسة الله. فهكذا أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، ولا أسعى إلى منفعة الخاصة بل إلى منفعة الآخرين لكي يخلصوا. والتسبيح لله دائما. هللويا هللويا. في الأرض كلها ذاع منطقهم، وفي أقاصي المسكونة كلامهم. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. كونوا في السلام. السلام لجميعكم. وما روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم. فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: لتكن أوساطكم مشدودة وسرجكم موقدة، وكونوا مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يعود من العرس، حتى إذا جاع وقرع فتحوا له حالا. طوبى لأولئك العبيد الذين متى جاء سيدهم يجدهم متيقظين. الحق أقول لكم، إنه يشد وسطه ويجلسهم للطعام ويدور يخدمهم. وإن جاء في الهجعة الثانية أو الثالثة ووجدهم هكذا فطوبى لهم. واعلموا هذا، إنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لما ترك بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تخالونها. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح هو البركة. من أجل كلامه الحي لنا، للمسيح يسوع التسبيح هو البركة. الله معكم أحبائي. اليوم كلنا مجتمعين سوا بالطبيعة الجميلة يلي الله خلقها. هالطبيعة يلي الإنسان ما له غنى عنها. ليش؟ لأن المنفس الوحيد للإنسان. تخيلوا هالإنسان
عايش من دون طبيعة، من دون شجر، من دون مي، من دون حيوانات، من دون شيء. منلاقي أنه الإنسان حياته ماشي بتصير خالية فاضية ما إلا طعمة أبداً، عايش حياة صحراء خالية خاوية، وهذه الحياة بتوصله لحالة الموت الروحي والجسدي والنفسي والاجتماعي. بمعنى ما في شيء بيخليك تضل مستمر بهالحياة. فمن هيك الله خلق هالطبيعة مثل ما بيقلنا العهد القديم بسفر التكوين، خلق الخليقة كلها، وخلق الإنسان آخر شيء ونفخ فيه روح الله. هيدا الروح هو روح. فمن هيك الحيوان عايش طبيعته على الأرض، أما الإنسان مش عايش طبيعته. إنسان من دون إنسانيته ما بيقدر يعيش على هالحياة. فمن هيك الإنسانية هي نظرة إلهية لربنا يسوع المسيح، ما بتكون جاهزة بمسيرة تتأله، ولكن في اتحاد مع الله بمعرفته واقتدائه بيسوع المسيح. ونحن علينا أن نقتدي بيسوع المسيح، نتعرف عليه، نعرف مين يسوع المسيح بالنسبة لكل واحد منا. لأنه بس نتعرف على الطبيعة البشرية من أشجار وحيوانات، الإنسان يلي ما بينتبه على الطبيعة هو إنسان رافض أنه يتعرف على يسوع المسيح. الإنسان يلي ما بينتبه على الطبيعة هو إنسان رافض أنه يتعرف على إنسانيته. إنسانيته يلي بتوصل على معرفة الرب يسوع المسيح هو الإنسان الكامل. لأنه الإنسان وقت ينزع الطبيعة، وقت بيكب زبالة على الطريق هو ماشي، أو سيجارة، أو يكب الزبالة بقلب البحر، هو إنسان فاشل مش إنسان صحيح. لأنه الإنسان ربنا خلق هذه الطبيعة لحتى نحافظ عليها، حتى نكمل عمل خلق ربنا على الأرض. فمن هيك بنشوف أنه ما في فرق بين الحياة الكشفية والحياة المسيحية، لأنه اثنيناتهم هن بيخلونا نكون مكشوفين على الطبيعة. الطبيعة اللي عايشينها هي طبيعة وعلاقتنا الشخصية مع ربنا يسوع المسيح. خصوصية الحياة الكشفية مش بس مع الله، إنما مع الجماعة. فمن هيك علينا أن نكون إيد وحدة متضمنين مع بعضنا لحتى نوصل للهدف، هدفنا يلي هو يسوع المسيح، وهدفنا أنه نكون متوحدين على هالأرض. فمن هيك دعينا عليه وهو ربنا دعينا لحتى نوصل لملكوت الله السماوي الموجود على الأرض. منبلش ملكوتنا على الأرض، تعاطينا مع الآخر، طريقة يلي عم نمشي فيها، كيف عم نتواصل مع الآخر، كيف عم نحكي مع الآخر، كيف عم نخدم الآخر بهالحياة، وخاصة هلأ بهالفترة. علينا أنه نفحص ضميرنا كل فترة ونعرف نحن كيف عم نمشي تجاه الآخر، لأنه ربنا بيعرف كل واحد وفاحص القلوب الكلها. هو الطريق والحق والحياة، من دونه نحن ما فينا نوصل. فمن هيك أنا بتمنى لكم ليلة مباركة، الله يبارككم ويقويكم بكل عمل عم تعملوه، وتكون فعلا عم بتحققوا مشروع الله الخلاصي على الأرض. إله المجد إلى الأبد، آمين. نؤمن بإله واحد.
أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما تباوية والدة الله مريم، ومار شربل والقديسة رفقة وتباوي الأخسفين، ومن عمت الله وجميع القديسين. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة على نية الجمعية الكشفية، وعلى نية أبناء هذه الرعية، وعلى نية موتانا وجميع الأحياء بيننا. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك
وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا خدام الروح القدوس. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً، فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين. إنه لحق مواجد. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس، بك يحيط الكاروبيم والسارفيم ويشدون مترنمين بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات، يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هودقتم حاشد لي معبد حي، ساب اللحم بدا وقادشت بارخ قادش وقصو يا بالتلمدا وقدمار ساب اشتاو منيك الخون هون وديني تاو فغرودي دحلو فيكون وحلف ساقية متقسي ومتهيب حصو يتحوب والحاية دل علام علمين.
وخانوا على الكوس ودمزغوا من حمر ومن مايو بريخوا قديش وقصوا يا بالتلمدة وكدمار سابشتا ومنه كل خون هونو دينتا ودمو ديل دحلوف يكون وحلوف ساقي متشد ومتهب حصوي وتحوب والحاي ده العلام علمي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك رحمة وحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب داود الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبنائك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهب ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان لتقديسنا فنقف مصلينا خاشعين ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا ويحن علينا وعلى هذا القربان فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس باترياركنا الإنطاقي ومار أنطوان نبيل مطراننا وأبينا العام وسائر الأساقف المستقيمين الرأي لكيما بحياة للوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب أذكر يا رب شعبك القائم أمامك لا سيما الذين قدموا هذه الكرابين
واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم ويعرفوا ما تسبغ عليهم من الخير، لأنك صالح كثير النعمة، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. أذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ويوحنا المعمدان واستفانوس رئيس الشمامسة. أشكرنا يا رب في صلواتك وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتناعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب. يا رب رحم. أذكر يا رب الأباء والمعلمين مستقيمي الرأي الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نقتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم، وارحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. عفوك انصرني على نفسي ونورني، وفي ملكوتك اذكرني إذا ما موعدي حال. إلهي فامنح يا كربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن أنجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية،
لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحي الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناول واقبل البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس والقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح. Yeah.
بالشمس أو بالبحر إمتى وين يا ما بزهرة عطر البستان سهران كل الليل عم صلي لنجوم تخفى الشمع حد يدوم يسوع حلم الكون
لي أبدا ما تخاف منك أبدا ما تخاف منك تنبيني وتسمعني إنك تتقرب من قلبي إنك تتقرب بكلامك أبدا ما تخاف ما تخاف دايما بتقلي وبتعدي أبدا ما تخاف لما بتشوف حبي لك لو كان صغير يسوع بتركض لعندي بحبك لمني بتغسلني بتقدسني وبتوحد فيه قلبي قلبك قلب واحد بيصير مهما نعمل مهما اعمل مش ممكن تبعد عن قلبي قلبك الكبير معلق بقلبي لو كان صغير يسوع بتركض لعندي بحبك الكبير بتغسلني بتقدسني وبتوحد فيه قلبي بقلبك قلب واحد بيصير مهما اعمل مهما اعمل مش ممكن تبعد عن قلبي قلبك الكبير معلق بقلب الفقير ما تخاف دايما بتقلي وبتعدي ابدا ما تخاف ابدا ما تخاف انك من عذاباتك انك تبتسم باوجاع انك تقبل في صديقك ابدا ما تخاف ما تخاف للكل حكيناها وما في مطرح إلا ما كتبناها يمكن نحنا كبرنا ونسيناها رجعنا صغار منفهم معناها إن شاء الله الأمحى اللي سرقت مقلوبنا موتو تلمع وتسهل محابي إن شاء الله الناس اللي يا أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي الذي سقيتنا يا محبا للبشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محبا للبشر ارحمنا Thank you.
نشكرك أيها الرب الإله الأب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. بارخمو ربون أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجينا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعب قوم راسك وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. بدي أشكر الشماس عبده، الله يوفقك يا رب ويعطيك ألف عافية. بدنا نتشكر القضاة جميعا، يعطيكم ألف عافية. بعتذر ما ذكرناكم بالأول، ولكن بتضلكم مذكورين بالقلب قبل ما تكونوا مذكورين بالكتيبة. الله يوفقكم، يعطيكم ألف عافية، الله يأجركم.